تم قبولي مع 64 مشارك. تم هذا يعني قبل ما نديروا العرض كنا تفهمنا على الطريقة كيفاش راح يكون العرض، وبعد مناقشة المختصين تفهمنا أنه تكون يعني الفكرة أنه نمزج ما بين الذاكرة والحساب الذهني، وقدم فيه عرض نحاول فيه أني نحسب الجذور وفي نفس الوقت أتذكر النتائج من أجل أن أرتبها بالترتيب الصحيح باش تخرج الصورة بشكل واضح، وإلا إذا ما خرج الصورة بشكل واضح راح تكون نتائج مايش مرتبة بالشكل اللازم. لذا ما لم يكن هذا بالأمر سهل، يعني أنك في وسط ضغط كبير أمام جماهير عديدة وأمام الحكام، يعني هذا ضغط، وفي نفس الوقت أنك تفكر صعوبة على الاختبار الحساب وفي نفس الوقت تذكر، كان لازم علي نحضر يعني قبل البرنامج، حضرت حوالي شهر قبل البرنامج. الحمد لله هذاك التحضير والتعب ما راحش في الباطل، فازت الحصة كما كان متوقع إن شاء الله، إن شاء الله نكون نلت إعجاب الجميع، إن شاء الله نحاول أني نشرف الرايه الوطنية في المسابقات الأخرى.